الجمعية العمانية للسيارات مؤسسة تعنى برياضات السيارات والدراجات النارية والسيارات الصغيرة الجوكارت وسباقات الدراجات النارية بأنواعها، ويطلق عليها أيضاً اسم نادي عمان للسيارات. أسست الجمعية عام 1968 وأشهرت عام 1979، وقد انضمت إلى الاتحاد الدولي للسيارات عام 1979، وإلى الاتحاد الدولي للسياحة عام 1982. تقع في ولاية بوشهر بمحافظة مسقط، وتنظم عدداً من البطولات مثل بطولة عمان للراليات المحلية، ورالي عمان الدولي، وبطولة السيارات الصغيرة، وبطولة عمان لسباقات السرعة للسيارات، وبطولة سباق الدراجات، وتمتلك الجمعية حلبة السيارات الصغيرة الجوكار، وحلبة سباقات رالي السيارات، وحلبة الدراجات النارية، وساحة لعرض السيارات وسباقاتها.